السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس التي نقدمها على قناتكم سفينة العلوم والمعرفة من تقديم بلال علي. بطبيعة الحال اليوم سنتطرق إلى درس مهم مهم جدا في طريقة يعني جمع ومعالجة يعني الصور الأقمار الاصطناعية. بطبيعة الحال تطرقنا إلى طريقة يعني الحصول على هذه الصور، يعني كما تلاحظون يعني هذه صور يعني هذه المرئيات الفضائية التي حصلنا عليها والتي قمنا يعني بتحميلها. فعموما يعني عموما يعني هذه الصور يعني بحجم كبير جدا، تتراوح بين يعني جيجا فاصلة خمسة الى يعني 1 جيجا وما بين يعني 1 جيجا و 2 جيجا. بطبيعه الحال يعني عند التحميل يعني ضروري من فك الضغط عنها بالظهور، فيمكنكم ستحملونها بهذه الطريقه ثم ستفكون عليها الضغط وستظهر بهذه الشكل على هذا النحو. كما تلاحظون هذه هي المرئيات الفضائيه مع بعض الملفات يعني الضروريه. بطبيعه الحال يعني ما يهمنا نحن كما تلاحظون يعني الملف به 860 ميجا أوكت. بطبيعة الحال عند فك الضغط مثلا على الملف سنلاحظ بأنه تجاوزت يعني 1 جيجا يعني فاصلة 66. بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن فك الضغط فسيزداد حجمها. بطبيعة الحال ما يهمنا اليوم هو أننا سنقدم طريقة يعني جمع ومعالجة الصور يعني بثلاث برامج ثلاث برامج. البرنامج الأول يعني الإرداس إيماجين 8.4 ثم الإن في آي يعني 5.1 ثم الأركجيس 10.2. بطبيعة الحال لا يعتبران يعني الإرداس إيماجين يعني 8.4 والإن في آي هم يعني الذين يهتمون يعني بهذه يعني الصور يعني الأقمار الصناعية، في حين يعني الأركجيس يعني أضيفت فيه هذه الميزة يعني حسنا هذا جيد بالنسبة لنا نحن. في بعض الأحيان يمكنكم مثلا يعني القيام يعني بمعالجة صور الأقمار الصناعية باستخدام إيماج أناليز على الأركجيس، لكن نحن سنتطرق إليهم يعني إلى يعني هذه يعني البرامج بالثلاث يعني في هذا يعني الدرس حتى يعني تكتمل يعني الصورة ونرى يعني اختلافات يعني الصور يعني كيف تظهر. بطبيعة الحال بعد الفاصل سنبدأ إن شاء الله بحول الله. إذا هذا هو برنامج يعني الإرداس إيماجين. كما تلاحظون هذه يعني الفيو يعني الأولى يمكن يعني حذفها من هنا إلى أن نحتاج إليها وسنفتحها من هنا. أول شيء يعني لدينا يعني ملف قمنا بفك الضغط عليه فيه يعني مجموعة من المرئيات، نريد يعني أن نحصل على يعني كومبوز يعني لهذه يعني المرئيات أو يعني مرئية يعني أو صورة يعني صورة من الأقمار الصناعية يعني بها يعني عدد من البندات. سنرى يعني الطريقة يعني بالذهاب إلى انتربريتر بهذه الطريقة ثم إلى هذا يعني إلى آخر يعني إيماج يعني انتربريتر كما تلاحظون بالضغط على Utility. ثم يعني نضغط على Layer Stacking. بهذا يعني ستظهر لنا هذه يعني النافذة التي تظهر أمامكم حاليا. هذه النافذة من خلالها يمكننا أن نعمل على يعني إضافة يعني المرئيات الفضائية هنا وإخراج يعني مرئية أو يعني صورة فضائية واحدة تتوفر أو تتكون من عدة بندات يعني بالألوان. ثم يعني بطريقة يعني هنا يعني input يعني output. بطبيعة الحال سنختار يعني الملف من هنا. طريقة اختيار الملف إما بالضغط هنا يعني والبحث عن مكان يعني وجود الملف إما في D أو في C أو في يعني الكلي أو في أي مجال في أي مكان قمتم بوضع الملف. أحيانا إذا استعصى عليكم الأمر وجود الملف يمكنكم بالذهاب إلى الملف مباشرة ثم أن تعملوا على نسخ هذا الرابط كما تلاحظون هنا سيليكسيوني ثم تقومون بنسخه كوبي ثم تعودون إلى الإرداس إيماجين. هنا في هذا المكان تقومون بلصقه كولي ثم تضغطون أنتخي.
بطبيعة الحال لن يظهر شيئا هنا، لكن بالفتح فتح تقومون بفتح من جديد سترون بأن ذلك الرابط الذي قمتم بالضغط عليه ظهر هنا في الأول، إذن ذهب مباشرة إلى هذا الملف. يمكنكم بالضغط على الملف هكذا وكما كان يعني في الأول. بطبيعة الحال هنا لم تظهر يعني الصور ولا أي شيء، لأن الامتداد الذي يتواجد بهذه الصور ليس هو الامتداد الذي اخترناه هنا حاليا، لهذا سنذهب هنا لاختيار الامتداد يعني الذي يوجد يعني في المرئيات. عموما يعني التيف هو الامتداد. هكذا يعني تظهر لنا يعني المرئيات كما تلاحظون من 1 إلى 11 مرئية، لأننا نعتمد على لانت ساتويت أو لانت سات 8 في يعني هذه يعني في يعني هذه يعني الصور. بطبيعة الحال يعني سنختار يعني الصور من بطريقة يعني يدوية كما تلاحظون من 1 إلى يعني إلى 11 9 هنا، لكن نحن سنرى هنا بأن 1 يعني 10 11 2 3 مثلا بأ يعني بعشرة بأحد عشرة باثنان بثلاثة بأربعة بخمسة، أنتم سترتبونهم كما هم مرتبون. بطبيعة الحال الأولى يعني التي سنقوم بإضافتها هي البند يعني الأول. بالضغط على أوكي سيظهر هنا البند، لكن لم ينتهي الأمر بعد. عندما سيظهر هنا ستقومون بالضغط هنا آد بهذه الطريقة حتى تظهر يعني هذه يعني المعلومات الخاصة بالبند. ستلاحظون بأن هنا يعني الصورة يعني بي 1 أو يعني بي 1 هنا كما تلاحظون، ثم ستعودون بنفس الطريقة ستعودون إلى النافذة يعني، ثم ستبحثون عن البند الثاني الذي هو هذا حسب يعني لكي يعني تأتي يعني بالترتيب بشكل مرتب، ثم ستبحثون عن الثاني البند الثاني ثم تضغطون أوكي وبنفس الطريقة هاد حتى ينضاف هنا البند الثاني، وستلاحظون بأن هنا البند الأول وهنا البند الثاني مكتوب، ثم ستزيدون يعني اد تبحثون عن البند الثالث اوكي ثم اد بنفس الطريقة ثم الرابع اوكي اد ثم الخامس اين هو اوكي اد ثم السادس اوكي اد ثم السابع اوكي اد. سنتوقف هندا عند البند السابع، فإذا كنتم في حاجة إلى البندات الأخرى يمكنكم إضافتها يعني والاعتماد هنا كبندات يعني حرارية وبندات يعني تعكس يعني الماء وبندات تعكس يعني الغطاء الغابوي، فهذا الشق يمكنكم العودة إليه يعني إلى يعني الجزء النظري حتى يعني تتمكنوا من معرفة يعني هذه يعني البندات واختلافها عن اللانسات واللانسات 5 واللانسات 4، لأن هناك اختلاف يعني حتى في البندات يعني، لهذا يمكنكم يعني العودة إلى الشق النظري لمعرفة يعني هذه يعني الميدات والبيكسلات الخاصة بها. هنا سنختار حاليا يعني هنا يعني يعني الدقة كما تلاحظون 16 بايت، لهذا لن نغير هذا سيبقى كما هو. سنذهب إلى هنا سنختار مكان يعني تسجيل الملف. بطبيعة الحال سنقوم بتسجيله في نفس الملف بالذهاب يعني هنا إلى بلال هنا بالضغط، ثم سنبحث عن أو بالطريقة نفسها، لكن نحن سنختار يعني الديسك توب ثم سنعود إلى هذا. هنا سنقوم بتسجيل الملف، سنعطي له اسم يعني C8 ثم تيري لويت ثم اوريون حسب يعني الجهه التي هنا يمكنكم اختيار الامتداد اما ام جي او تيف. انا ساختار ام جي، قمت بتغيير ذهب يعني الاسم، ساحاول كتابته من جديد سي 8 ثم سنضغط اوكي بالضغط مرتين هكذا، ثم سنضغط اوكي ليقوم بمعالجة هذه الصورة حتى تنتهي يعني المعالجة. اوكي ستظهر لكم هذه النافذة، ستنتظرون 10 أو 5 أو 7 دقائق حسب يعني دقة يعني الحاسوب في المعالجة.
لهذا سننتظر وسنعود إليكم بعد يعني انتهاء المعالجة. كما تلاحظون يعني قد انتهت يعني المعالجة يعني هذه الصورة، يمكنكم بالضغط هنا أوكي عند الانتهاء وبإغلاق يعني هذه النافذتين، ثم يمكننا فتح نافذة فيو بهذه الطريقة لتظهر يعني هذه النافذة. ونقوم بفتح الملف من هنا بالبحث عن في السي، سنذهب يعني إلى يوزر إلى ثم الديسكتوب، هنا سنجد يعني الملف الذي قمنا بأن الامتداد MG لأنه يظهر هنا MG مباشرة. هذا هو الملف، ثم نضغط OK، سأقوم بإغلاق الملف وأعيد، قد نسيت إني أنا أقوم بالأستر أوبشن. سنختار هنا يعني هل نريده يعني بتريكولور يعني بالألوان يعني الألوان أو بجرايسكال. سنختار جرايسكال لنرى، ثم نختارنا في التفرة حتى تظهر يعني الصورة في الواجهة هنا. أوكي، ها هي يعني الصورة كما تلاحظون، هذه يعني الصورة التي قمنا بمعالجتها بألوان يعني بلون يعني. سنحاول يعني أن نرى يعني البندات يعني من هنا، يمكنكم يعني اختيار البندات هكذا يعني 2 أبلاي، 3 أبلاي، ثم 4 أبلاي. يمكنكم من هنا اختيار يعني 7 البندات التي يعني 7 بندات التي يعني قمنا بالتحويل إليها. يمكن هنا يعني المقارنة بفتح الفيور الثانية هكذا، ثم بالذهاب هنا إلى يعني فيو تايل فيو حتى تظهر يعني بهذه الشكل يعني من هنا وهنا. يمكن فتح الصورة نفسها وبالذهاب إلى الراستر أوبشن بتريكولور، ثم نختار يعني اللون يعني البند يعني الثالث في اللون الأحمر، ثم البند يعني الأول في اللون الأخضر، ثم أو البند الثاني في اللون الأخضر، والبند الأول هنا في اللون الأزرق، وفي التوفرم هنا دائما أوكي. سيظهر لنا ستظهر لنا يعني الصورة كما تلاحظون أو المرئية الفضائية في هذا الوجه. يمكنكم من هنا يعني القيام يعني بالراستر يعني بوند كومبي من هنا، ثم يمكن اختيار يعني المرئيات التي تريدون عرضها، مثلا الخامس هنا خامسا، ثم ثلاثة في حسب يعني الريد والجرين والبلو، بطبيعة الحال أنتم لكم الاختيار. ثم هنا ثم بالضغط أبلاي فستتحول يعني الصورة، ثم بالضغط هنا مثلا اختيار البند السادس أبلاي، له أي تتغير يعني الألوان كما تلاحظون وهكذا. هذا ليس يعني هو يعني ما يهمنا الآن، هذا الدرس سنتطرق إليه بطبيعة الحال يعني في المواضيع يعني المقبلة إن شاء الله. الآن سننتقل إلى طريقة يعني القيام بهذه يعني الطريقة في الـ NVI. سنعتمد على الـ NVI في القيام بجمع هذه الصورة أو معالجة الصورات صور الأقمار الاصطناعية. سنذهب إلى الـ NVI ونقوم بفتح برنامج NVI. كما تلاحظون قد فتح يعني أمامنا يعني البرنامج. سنذهب هنا إلى فايل ثم Open Image File. سنقوم بفتح يعني سنذهب يعني إلى البيرو هكذا ونبحث عن ذاك يعني الملف هو هذا. بطبيعة الحال سنقوم بتكبير يعني هذا المجال حتى تظهر يعني جميع الصور. هذا ليس بالبند، أين ينتهي البند؟ العاشر هنا، هذا البند الحادي عشر، لكن هناك يعني ملف آخر غير 1 2 3 4 5 6 7. إذا سنأخذ يعني هذه الصور فقط، هذه بالضغط على شيفت، ثم بالقيام بالضغط على شيفت ستقوم يعني بتحديدها ككلها، ثم بالضغط أوفر هكذا ستظهر يعني الصورة هنا كما تلاحظون يعني على هذه يعني الواجهة. سنقوم هنا معلومات تخص يعني كل يعني بند على حدة كما تلاحظون، يعني الإسقاط ثم البيكسيل 30 متر ثم دبلي جي اس بأربعة، كل هذه معلومات تخص يعني المرئية التي هناك مرئيات بطبيعة الحال لا أعلم، هناك مرئية ب 15 درجة بطبيعة الحال.
نحن نريد مثلا عرض هذه يعني المرئيات، سنضغط على الواد باند. بهذه الطريقة سيتم عرض يعني المرئيات الفضائية كما تلاحظون. وانظر الدقة كيف تظهر يعني هنا مقارنة ب يعني مقارنة بالإرداس إيماجين يعني القدرة التمييزية. ثم يمكننا عرض يعني هذه البندات بالألوان RGB. من هنا يمكننا أن نختار يعني البند الذي نريد عرضه في الريد. هنا يمكن أن نختار البند أو نختار البند الثالث هو هذا، ثم البند الثاني، ثم البند الأول. ستظهر، سننتظر إلى أن تفتح يعني انظر، فقد تمت فتح يعني الصورة بألوانها يعني الحقيقية. ماذا يجري؟ هكذا انظر تظهر يعني الصورة. يمكن يعني التمييز يعني على هذه يعني الصورة. الآن سننتقل إلى مرحلة جمع يعني layer stacking. بنفس الطريقة سنبحث عن basic tools، أين يوجد layer stack هو هذا، ثم سنذهب إليه هنا، ثم سنقوم ب import، ثم سنختار البندات التي نريدها بهذه الطريقة كلها، ثم اوكي، ثم نضغط اوكي بهذه الطريقة حتى تظهر هنا كليا. ثم سنختار يعني مجال يعني او مكان يعني الحفظ هنا مثلا، هنا سنعطي لها اسم LC8 اوريون، لنميز عن الاخرى لنميز عن الاولى سنضغط هنا ونقوم ب NV، نكتب NV بهذه الطريقة ثم هكذا. أظن أنني نسيت شيئا لكن لا أظن ذلك. بطبيعة الحال أوكي، سنضغط أوكي. هذه يعني بعض يعني المؤشرات أو بعض يعني المعلومات يعني بال WGS متر 30 متر، كل هذا يخص يعني هنا إكس بيكسل سايز، إكس إيجريك بيكسل سايز يعني بالمتر، هنا 30 متر يعني هنا هل تريد يعني أن يقوم بحفظه في أي مكان، هنا بحفظه في المكان الذي تريده، ثم بالضغط OK لتتم المعالجة. سننتظر بنفس الطريقة إلى أن يقوم بمعالجة يعني هذه الصورة وجمعها في صورة واحدة، وسنعود إليه بعدما انتهى يعني تنتهت المعالجة. انظر ظهرت هنا يعني هذه يعني LCM8 أوريون إنفي التي قمنا بجمع فيها يعني جميع البندات. هنا سنقوم ب يعني حذف يعني هذه يعني الاولى، او سنقوم بحذف يعني كل ما يوجد هنا لكي تسهل يعني علينا الامر. كلوز سيلكت فايل او كلوز الفا، سنحذف كل شيء. نو عفوا سوري كلوز ال يس، هكذا سنقوم بحذف كل شيء. ثم سنعود من هنا لفتح يعني هذه الصورة التي قمنا بتسجيلها. قمنا بتسجيل هذه لكن ليست هذه، بل هذه هي الصورة التي قمنا بتسجيلها LCLU. ستجدون يعني الملفين، يقوم بتسجيل ملفين هذا وهذا، لكن نحن سنقوم بفتح هذا الملف الذي ترونه أمامكم. أوفر. هكذا ستظهر يعني الصورة. سنقوم بعرض الصورة إما بالجراي سكال أو بRGB يعني كولور. سنضغط يعني بالجراي سكال لنرى يعني الصورة هنا بالألوان بالأبيض وبالتدرج في الأسود. سنلاحظ هنا يعني الطريقة التي تظهر بها يعني هذه
الألوان ولنرى كل بوند على حذاء بالضغط عليه مرتين فقط. البوند الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. لتسهيل يعني ظهور يعني هذه البندات يمكن بالضغط هنا على هذا يعني الملف الذي يجمع هذه البندات، وعلى يعني الماوس يعني بالزر يعني الأيمن، ثم إيديت هذا. هنا يمكن بالذهاب يعني إلى ثم بالذهاب إلى هنا وباختيار بوند ناي، أوكي بوند ناي، ثم سنقوم بتغيير هذه الأسماء. الأسماء هنا مثلا هذا يعني البوند الأول، هنا البوند السادس كما تلاحظون، هذا هو البوند السادس. إذا لم نقم بترتيبهما، إذا هذا هو البوند السادس، ثم ننتقل إلى البوند الخامس، ثم انظر كي يتغير يعني يعني الانتقال فقط، يمكن أن يتغير بالبوند الرابع، البوند الرابع، ثم البوند الثالث، البوند الثالث، ثم البوند الثاني، وعفواً الثاني، وأخيرا البوند الأول، ثم نضغط أوكي، ثم بعد ذلك أوكي بهذا الشكل. انظر هنا قام بتغيير هذه البوندات، لكن هنا قمنا يعني لم نقم بترتيبهما، يعني سهونا في إعداد يعني هذه الخريطة، لكن يمكنكم يعني العودة يعني وإعدادها أو إعادة يعني ترتيبها بالشكل الذي يناسبكم. ثم يمكننا عرض يعني هذه الخريطة بالـ RGBI، ثم الواني، انظر يمكنكم عرض الخريطة بهذه الطريقة. ستظهر لنا هنا الخريطة، يمكنك مثلا الذهاب يعني إلى أي مكان من هذه يعني المجالات، يمكنكم بالضغط على أي مكان هنا لظهور يعني المعلومات، ثم يعني البيكسل يعني الموجودة هناك والبروجكت وكل شيء يعني على هذا يعني المجالات. انظر تتغير جميع الألوان. بطبيعة الحال يمكن اختيار يعني أي يعني يعني أي امتداد أو أي يعني بوند وعرضه لتظهر يعني الصورة في شكلها يعني المناسب. بطبيعة الحال أنتم يعني هذا هو يعني طريقة يعني جمع يعني البوندات على الـ NVI. ثم يمكننا أن نقوم بنفس العملية على الـ ArcGIS. سنقوم بإغلاق يعني الـ NVI، ثم سنقوم بفتح يعني الـ ArcGIS 10.2. بطبيعة الحال هناك يعني إحداث يعني تحديثات يعني على ما يخص يعني الـ ArcGIS يعني إلى 5 يعني. بطبيعة الحال سننتظر يعني أن يقوم بفتح يعني الـ ArcGIS، ثم سنرى طريقة شيئا ما سهلة على الـ ArcGIS، يعني بسيطة جدا. لهذا يعني حاولت يعني التطرق، لكن العمل يعني على الصور يعني الأقمار الاصطناعية أفضل يعني البرامج الأخرى على الـ ArcGIS، أفضلهم على الـ ArcGIS حتى يعني في طريقة يعني عرض الصور يعني إلى غير ذلك يعني. لهذا يعني أنصحكم بإما الـ AirDAS Imagine أو الـ NVI في يعني معالجة صور الأقمار الاصطناعية. ثم بعد ذلك يمكنكم يعني الاعتماد على الـ ArcGIS في إنشاء يعني ما يناسبكم. سنذهب هنا إلى الويندوز، كلكم لديكم هنا يعني الويندوز، يمكنكم يعني الذهاب إلى الويندوز، ثم يعني اختيار إيماج أناليز، هذا هو الاختيار المناسب. ستظهر لكم هذه يعني اللوحة أو النافذة التي سترونها أمامكم هنا، يمكنكم بإبرازها بالشكل المناسب. الآن سنذهب هنا إلى أد بشكل عادي كما تقومون دائما بإضافة يعني أي ملف من الملفات. سنذهب إلى البيرو، ثم نختار يعني الملف الذي تتوفر فيه يعني هذه الصور، ثم أوكي. هنا سنضغط بالزر يعني يعني تحديد يعني هذه يعني هنا، وبالضغط على شيفت، ثم الذهاب يعني إلى البوند البوند التاسع هنا، وسنتوقف هنا في البوند التاسع، ثم أعد. هنا سيقول لنا يعني هل تريدون يعني
البيراميد رايد؟ سنقول نعم حتى يقوم بتسريع يعني بتسريع يعني يعني تكبير والزوم يعني على الخريطة. ثم سنقوم بتحديد يعني هذا يعني اليوز يعني حتى يقوم يعني ب يعني فتح جميع يعني المرئيات، لا يكرر يعني عاد يعني كل مرة بفتح هذه النافذة. ستضغط هنا ثم تقول له يس وتنتظر يعني أن يقوم بمعالجة يعني هذه الصورة. كما تلاحظون يعني قام يعني البرنامج بفتح الصور. يمكنكم بالذهاب يعني إلى هذا يعني المكان بجمع يعني هذه الصور بالضغط على كنترول ثم والضغط على الموز بالزر يعني الأيسر هنا لكي يقوم بجمعها في بشكل واحد. ثم سترون هنا ستقوم بفتح يعني حتى تظهر يعني هذه البندان الأول الثاني الثالث لتقوم ستقومون بترتيبها لأن في تقومون بترتيبها بجر هذا يعني إلى الأسفل هنا. إذا لا يريد يعني جر يعني هذه يعني البندات بطبيعة الحال إذا كان بهذه يعني الطريقة فلا يمكنه أن يقوم بجر البندات، فالعديد يعني يريدون يعني جر في هذا المجال أو هذا المجال أو إلى غير ذلك. لهذا بالعودة إلى هذا يمكنكم يعني تحديد يعني أو ترتيب يعني هذه الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. هنا سنستغني عن هذه يعني البندات الثلاث بالضغط على شيفت هنا هكذا سنقوم ب الريموف لها حتى تبقى يعني لا هذه البندات من الواحد إلى السبعة. سنعمل على هذه فقط، أنتم يعني أحرار في كومبوزيشن يعني لهذه يعني البندات. بطبيعة الحال كما تلاحظون في الإيماج أناليز الذي قمنا بفتحه ظهرت هذه يعني المرئيات هنا بنفس الطريقة كما تلاحظون ظهرت كما ظهرت هنا. إذا نحن سنقوم بتحديدها كليا بالضغط ثانيا على الشيفت ثم تحديد الأخيرة منهم حتى تقوم يعني بتحديدها كليا. ثم سنذهب هنا الى بروسيسنج هنا على الكومبوزيت باند على الكومبوزيت باند ثم سنضغط عليه مرة واحدة هكذا سنضغط عليه وسننتظر. انظر ظهرت هنا صورة جديدة ظهرت هنا مرئية او صورة يعني كما تلاحظون ظهرت بنفس الطريقة هنا. الآن يمكننا أن نقوم بتسجيل هذه المرئية بالطريقتين، لكن نحن سنقوم بتسجيل هذه يعني الصورة بتحديدها بهذه الطريقة التي ظهرت هنا التي هي المرئية التي تجمع يعني كل يعني البندات. ثم سنقوم بالضغط على هذا للتسجيل export هكذا ثم ستظهر هذه النافذة. سنذهب هنا ونختار image بطبيعة الحال يعني هنا يمكنكم يعني اختيار اي امتداد يناسبكم اما التيف او الام في اي. هنا يظهر يعني الام في اي الذي قمنا بانشاء به الصورة قبل يعني قليل. اول شيء هو اختيار يعني مكان يعني تسجيل مكان يعني تسجيل يعني الملف بالضغط هكذا نعود add ثم سنقوم بتغيير الاسم او سنجعله كما كان يعني انتم يمكن انتم احرار. هنا نجد يعني 30 متر كما قلت يعني بعض المعلومات على الصورة التي يعني الاسقاط الى غير ذلك يمكنكم يعني العودة اليها. ثم البيكسل 16 بايت في يعني القدرة التمييزية يعني بطبيعة الحال سنختار يعني ايماج هكذا ثم لا نغير أي شيء هنا إلا ذاك ثم سنضغط صار وسننتظر ثم وي وسننتظر يعني أن يقوم بمعالجة هذه الصورة بنفس الطريقة وسنعود إليكم. إذا كما تلاحظون يعني انتهى يعني البرنامج يعني بمعالجة يعني هذه الصورة. يمكن بالضغط هنا وي حتى يعني تظهر يعني فتح يعني المرئية التي قمنا بمعالجتها. انظر ظهرت هنا الآن هي بطبيعة الحال مسجلة كما تلاحظون سنجدها هنا في الملف سنجدها مسجلة ها هي يعني كومبوزيت لانسات 8 بطبيعة الحال وستظهر هنا. يمكن إغلاق
يعني هذا يعني الايمج اناليز يمكن اغلاقه حاليا، كما يمكن يعني اغلاق يعني هذه، ويمكن اغلاق كل هذه يعني المرئيات فقط. سنكتفي بالتي قمنا بتسجيلها التي توفر على 7 بندات، والتي يمكن وضعها يعني في يعني على يعني على صورتها الأصلية بهذه الطريقة. كما تلاحظون الفرق يعني كبير جدا من يعني كل الـ الـ كل برنامج يقوم بعرض يعني هذه الصور بالطريقة الخاصة به. هنا بطبيعة الحال يبقى يعني المجال يعني مشابه، والمعالجة التي سيقوم بها هذا والبرامج الأخرى يعني مشابهة، إلا أن هناك ميزات أخرى يعني في يعني التي لا يقوم بها برنامج عن برنامج آخر. بطبيعة الحال ArcGIS يعني يقوم بمعالجة هذه الصور، ويقوم ب يعني الكلاسيفيكيشن يعني سواء يعني المراقب أو الغير مراقب، لكن هناك يعني بعض يعني الأمور الأخرى التي لا يقوم بها يعني البرنامج. لهذا كل يعني ما أنصح به يعني هو يعني معالجة يعني هذه يعني الصور، يعني معالجتها إما على الإيردس إيماجين أو على الNVI حتى يعني تستطيع يعني الحصول على دقة يعني المعالجة. وبهذا نكون قد أنهينا يعني طريقة يعني معالجة صور الأقمار الصناعية وجميعها يعني وجميع البندات، وسنكتفي بهذا القدر، وسنراكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.